كلما قمت بإنشاء المزيد من مقاطع الفيديو التي تتناول موضوع الفضاء، كلما اندهشت من تنوع قوانين الكون وغموضها. أجب عن سؤال بسيط، هل من الممكن النظر إلى ما وراء الأفق؟ نعم بالطبع، لأنه يستحق المضي قدماً ولو قليلاً، حيث سنرى ما هو مخفي خلفه. وعلى كوكب الأمير الصغير من الأسهل القيام بذلك إذا أردت، حيث يمكنك مشاهدة غروب الشمس على الكويكب B612 عشرات المرات في اليوم. وللقيام بذلك ما عليك سوى تحريك الطاولة بالقرب من الأفق، ولكن الظاهرة التي سنتحدث عنها الآن لا تنتمي إلى فئة الصعاب التي يمكن هزيمتها بسهولة، وبعبارة أدق من المستحيل التغلب عليها. سنتحدث عن أفق الحدث لثقب أسود. فلنبدأ أولاً بمصطلح أفق الحدث. وما هو أفق الحدث؟ هو سطح فائق ثلاثي الأبعاد يحيط بالفضاء الضخم. الخط الخيالي يمكن أن يطلق عليه نقطة لا عودة أو تذكرة ذهاب فقط، لأن كل شيء وراء هذه الحدود يفقد إلى الأبد بالنسبة للمراقب، حتى فوتونات الضوء فائقة السرعة. أي جرم أو كائن حي عالق في هذه الدوامة الجهنمية سيصل عاجلاً أم آجلاً إلى نقطة التفرد في مركز الثقب الأسود، ولكن عند النقطة الأخيرة لن يصل الجسم قطعة واحدة، وذلك بفعل تمزيقه من قبل قوة جاذبية لا مثيل لها في أي مكان في الكون. لماذا نعتقد أن هناك تفرد جذبوي؟ لأننا لا نعرف ماذا يوجد داخل الثقب الأسود، والمعلومات عنه مصنفة من قبل الطبيعة نفسها ومحمية بحواجز من قوانين الفيزياء الصارمة، ولكن البشرية مستمرة بالتكهن لتأكيد ما الذي سيساعد على السفر إلى ما بعد أفق الحدث والعودة منه. هل من الممكن ذلك؟ أولاً، لنكتشف من أين تأتي الثقوب السوداء. يعرف علماء الفيزياء الفلكية هذا كحقيقة، حيث تتحول التكوينات الضخمة في النهاية إلى نجوم ثقيلة تعيش حياة سريعة جداً وفقاً لمعايير الفضاء. من التي يمكن أن نطلق عليها المرشح الحقيقي الحاصل على لقب الثقوب السوداء المستقبلية؟ إنها النجوم التي تحرق طاقتها على مدى عشرات الملايين أو مليارات السنين، وتجمع عدة مئات من الكتل الشمسية. وعندما ينفذ احتياطي الهيدروجين، ينهار ميجاطن من المادة النجمية على الفور بفعل جاذبية خارقة. محترقة مثل المشاعل، تنتج هذه النجوم أعمدة مشعة لا يمكن تصورها، وتتقلص كثيراً لدرجة أن الجسيمات التي تشكل النجوم السابقة تنمو حرفياً في بعضها البعض، ويصبح بعضها نجوماً نيترونية، ولكن الأجسام الكثيفة والثقيلة بشكل خاص تصبح وحوشاً غير مرئية في الكون. هي ضخمة جداً لدرجة أنها تمتزج حرفياً من خلال النسيج المكاني، مما يؤدي إلى تشكل المنخفضات أو الأقماع الفضائية. ومن الناحية النظرية، يمكن لأي جسم فضائي كالشمس أو القمر أن يصبح ثقباً أسود. على سبيل المثال، لكي يتحول كوكبنا إلى مغناطيس غير مرئي بنصف قطر ثابت، يجب أن يكون عند وزن 1 سنتيمتر، وبالنسبة للشمس هذا الرقم يساوي 3 كيلومتر، ويسمى الضغط الحرج للجسم بنصف قطر شفارتشيلد، وهي المسافة المحيطة بمركز جرم عظيم الكتلة، بافتراض أن جميع مادة الجرم مركزة ومنضغطة في نقطة المركز، والتي تصبح عندها سرعة الإفلات مساوية لسرعة الضوء. وعند مسافة أطول من نصف قطر شفارتشيلد، يمكن لجسيم سرعته مقاربة لسرعة الضوء الإفلات من جاذبية الجرم العظيم الكتلة. أما إذا كان الجسيم على مسافة أقصر من نصف قطر شفارتشيلد، فلا يمكن للجسم الإفلات من جاذبية الجرم، وحتى الضوء لا يستطيع أن يفلت من جاذبية الجرم، ولذلك يسمى الجرم في هذه الحالة ثقباً أسود، حيث إن أشعة الضوء لا تفلت منه. والآن، وبالعودة إلى السؤال المطروح في بداية الفيديو، فلنسأل مرة أخرى، هل من الممكن الفرار من احتضان الثقوب السوداء الوحشية؟
علم الفيزياء بالنسبة لهذا السؤال متصلب الرأي ومتعنت. للانفصال عن أي جسم فضائي لا بد من تطوير السرعة الكونية الثانية. بالنسبة للأرض هي 11 كيلومتراً كل ثانية، وبالنسبة للشمس هي 617.7 كيلومتر في الثانية. وبالنسبة للثقب الأسود السرعة الكونية الثانية تتجاوز سرعة الضوء، وتحقيق ذلك كما نعلم مستحيل. لذا انتهينا هنا من الحديث، لأننا لا نستطيع مغادرة أفق الحدث. هل هي نهاية المحادثة؟ نحن أشخاص مثابرون، لذا دعونا نحاول التعمق أكثر. ماذا لو حاولنا ربط شيء ما به كابل قوي بشكل لا يصدق للسفينة الفضائية، وخفض الجسم إلى درجة ميل وانحراف سواد الثقب الأسود، أو استخدام مصعد لهذا الغرض؟ هل من الممكن سحب جسم ما للأعلى مثل جسم السفينة من أعماق المحيط؟ سيبدو كما لو أنها صفقة كبيرة، حيث سوف تنغمس في استكشاف مدى اتساع الفخ الكوني وترضي أخيراً فضول البشرية الشديد. علينا أن نخيب ظنك، ولكن ليس في هذا الكون. فالسيناريو الأبعد والأكثر احتمالاً في مثل هذه الحالة هو السحب التدريجي إلى ظلام الحفرة، ليس فقط الجسم المربوط بالكابل، ولكن أيضاً السفينة نفسها. سوف يندفعون حتماً إلى قدس الأقداس، وهي منطقة التفرد، أي نقطة البداية والنهاية لكل شيء. وفي هذه الحالة لا يلعب حجم الدوامة أي دور، فمبدأ اللا عودة هي نفسها بالنسبة لجميع أنواع الثقوب. وماذا سيحدث إذا حاول شخص ما على حافة أفق الحدث الانغماس في هاوية الدوامة الرهيبة؟ يمكن فقط سحب الذراع أو الساق على الفور إلى الخلف، ولن يكون ذلك مطلقاً كما ذكرنا سابقاً. إن كل ما يقع في براثن الحفرة لا يعود أبداً، ولا يسع المرء إلا أن يأمل في رحمة رائد فضاء قريب سيقطع طرف هذا الشخص المتهور قبل أن يتم امتصاصه بالكامل. وماذا عن التصريح الذي يدعو للتفاؤل للعالم ستيفن هوكينغ، الذي حث على عدم الاستسلام قائلاً أنه حتى من هذا التابوت الكوني هناك مخرج، هو موجود ولكن ليس بالطريقة التي نرغبها. هناك حقيقة من شأنها أن تعطي بعض الراحة للمسافر الغارق في ثقب أسود، وهو أنه ليس أبدي، وبفضل الفيزياء الكمية فإن عمر التكوين القاتل هائل، ولكن كل شيء ينتهي في وقت ما، على الرغم من أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن أفق الحدث سيظل موجوداً حتى آخر ملي ثانية من حياة الثقب الأسود. وحتى اللحظة التي تصبح فيها كتلتها صفرة يأتي هنا دور التحرير. ادعى ستيفن هوكينغ أنه في ساعة الانهيار النهائي للثقب الأسود تتخلص الدوامة من المعلومات غير الضرورية، وتقوم بقذف الجواهر على شكل إشعاع، ويمكن أن تصل قوة صرخة الموت للوحش الفضائي إلى 5 ملايين ميجاطن من مادة نظير TNT. تتضمن المعلومات التي ستنبعث من الحفرة أثناء احتضارها بيانات حول الأجسام التي سقطت في بطن الوحش، ويمكن مقارنتها ببقايا الجثث المحترقة المخزنة في مبنى ضخم، حيث يخزن الرماد بعضاً من المعلومات حول الإنسان المحترق، لكنها لن تعود ذات فائدة بعد الآن. وعلى الرغم من وجهة نظر الفيزياء، يحل هذا التفسير المبالغ فيه المفارقة حول تحول الطاقة وخلودها. إنه من المؤسف أنه لن يتمكن أحد من الإعجاب بمثل هذا الحدث المثير للإعجاب، لأنه بحلول ذلك الوقت لن يكون هناك ولا حتى نجماً واحداً أو أي مصدر آخر للضوء في الكون. وإذا تمكن أي منا من رؤية لحظة موت الثقب الأسود الأخير، ستكون الصورة مذهلة وسط السواد والفراغ الذي يدوم 10 أجزاء من 100 من السنة. فجأة سيكون هناك وميض يعمي العيون، وهو آخر شعاع من الضوء في الفضاء، ثم الانفجار الصامت للفخ الأسود، وسيطلق أخيراً أولئك الذين سقطوا بتهور في شبكته. وبالتالي لا يزال هناك طريقة للخروج من الثقب الأسود، ولكن المعلومات حوله من الناحية العملية بالنسبة لنا أمر غير مثمر، على الرغم من أنه من المثير للاهتمام إنشاء صور خيالية عنه. إلى هنا الخاتمة واضحة، فحتى يتم تسليح البشرية بالمعرفة الكافية والتكنولوجيا المحسنة،
فمن الأفضل عدم الاقتراب من الثقوب السوداء والاستمتاع بهذه الأشياء المخيفة من بعيد من خلال عدسات التلسكوب. فإذا كنت لا توافق على الاستنتاجات التي توصل إليها علماء الفيزياء الفلكية، لذا يا باري الشجاع، قد تكون أنت الشخص الذي يجد الحل الذي أغفله الباقون منا. ضع في اعتبارك أن قناة ماذا لو هي بوابة حية تتضمن محتوى يتم تحديثه بانتظام، لذا لا تبخل علينا بزر الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس.